اعتقل حين كان شاباً يدرس في المستوى الثانوي بمراكش وعمره لا يتعدى 20 عاماً. التهمة انتماؤه لحركة 23 مارس اليسارية. قضى أزيد من 5 سنوات بين كوميسارية جامع الفنا بمراكش ودرب مولاي الشريف والسجن غبيلة بالدار البيضاء والسجن العلو والسجن الفلاحي بسطات والسجن المركزي بالقنيطرة إلى جانب عدد من رفاقه. حين غادر السجن حرم من جواز سفره لمدة 15 عاماً قبل أن يصبح مستشاراً وخبيراً في ديوان محمد أجار وزير حقوق الإنسان في حكومة التناوب. إنه الحبيب بلكوش الذي يرأس اليوم مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية. كان من مسيري المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في بداية التسعينات، وأسس وأدار مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، وهو المركز الذي اختفى من الوجود بعد مغادرة بلكوش. ساهم في إعداد تقرير الخمسينية، وعمل إلى جانب المستشارين الملكيين عبد العزيز بن زياد بن الفقيه رحمه الله وعمر عزمان وفؤاد علي الهمة ومحمد معتصم، وعين بعد ذلك عضوا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. في هذا اللقاء نسافر مع الحبيب بلكوش عبر الذاكرة لنسلط الضوء على جوانب من مسار حياته النضالية والحقوقية. الاعتقال، لأن كانت الاعتقالات بدأت من الدار البيضاء، ولكن من اللي كانت بدأت الاعتقالات كنت انتبهت لها. كنتذكر كنت مشيت اتصل للأصدقاء الفرنسيين اللي تحدثت عليهم، فكانوا عرضوا عليا نخوي البلاد. تعتقلت أنا في الليلة ديال عيد الميلاد ديالي، دونك يوم عيد الميلاد كنت أنا معلق في هذيك الطيارات أنا كل عصا.